أحمد، أهلا. هي القصص هي دائما الحالات، يعني كما ذكرنا سابقا، هي دائما حالات فردية، ولكن دائما الصحف اليمينية بتهول من الموضوع وبتحاول إظهار على أنها ظاهرة منتشرة بين اللاجئين وبين الأجانب. فيعني للأسف يعني تم ذكر حتى أنه جنسية الشخص اللي قام بهذا العمل، مع أنه ما في لزوم يعني لذكر الجنسية، لأنه ممكن هذا الشيء يؤدي إلى بث الكراهية يعني بين الجنسيات الأخرى. أنا بالنسبة لي يعني هذا الشخص الفعل اللي قام به يعني يندرج تحت مسمى السلوك الفوضوي. أنا طبعا ماني محللة نفسية ولا أنا دارسة علم نفس، ولكن أنا برأيي الشخصي هذا اسمه سلوك فوضوي، يعني هو عمل تخريبي أثار يعني فيه نوع من العدوانية، فيه نوع من تخريب الممتلكات العامة، أو ممكن كمان هو يكون عم يخرب أشياء خاصة بتخصه. الخبر بيقول إنه بدافع الملل والإحباط، عادة هيك سلوكيات. يعني أنا ما بدي دافع عن الغلط، ولكن نحن بنحاول دائما نفسر هيك تصرفات، يعني عادة هيك تصرفات هذا النوع من السلوك، خاصة السلوك الفوضوي، هو بيكون سلوك مكتسب، يعني ما بيجي هيك مع الإنسان فجأة، هو بيكون من الصغر هذا السلوك موجود عنده، اكتسبه من البيئة اللي عايش فيها، من المجتمع اللي عايش فيه. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني أنت يا أحمد، إذا أنت من صغرك تربيت أنك أنت أول ما تصحى من النوم أنك ترتب تختك وتضب أغراضك يعني بمكانهم المخصص، فأنت راح تكبر على هذا الشيء. أما إذا أنت تعودت على الفوضوية، أنك ترمي ثيابك، ترمي الحافة هون، فأنت راح تكبر وراح يكبر معك هذا السلوك الفوضوي. فأنا بالنسبة لي بفسر هذا السلوك لهذا الرجل اللي هو سلوك فوضوي، مع أنه هو شخص كبير بالعمر، يعني ما هو صغير، عمره 35 سنة. ممكن فعلا يكون بدافع الملل والضجر، يعني هاي كلياتها تندرج تحت مشاكل نفسية يعاني منها، الفراغ. يعني هو ما شخص هي قد لا المشاكل النفسية التي تؤدي إلى هذه الأمور برأيك؟ يعني يعني هيك الفراغ، قلت يعني الآن أنها مشاكل نفسية، ماذا على سبيل المثال؟ الفراغ ممكن هو يشعر بالفراغ، بالإحباط، ما عم ينجز شيء بحياته، لأنه ما في عنده عمل محدد يملأ وقت فراغه فيه. فهون بيشعر بحالة من الإحباط، إني أنا ما عم قدم شيء، أنا ماني نافع، ما لي لا أنفع لشيء، فبيحاول يعني يعبي وقت فراغه بهيك نوع من الأعمال التخريبية. ممكن يكون مشاكل اجتماعية، مثلا فشله بإقامة علاقات مثلا مع أصدقاء، أو مع أي نوع من علاقات اجتماعية، سواء مثلا علاقة عاطفية أو علاقة مع أصدقاء، أو كان مثلا إذا هو عنده أسرة ممكن يكون في مشاكل من داخل الأسرة، فبيحاول يهرب من هي المشاكل بالقيام بأعمال تخريبية. نعم، طبعا أنا هذا وجهة نظري شخصية، يعني ماني محللة نفسية يعني مثل ما قلت، ولكن وجهة نظر شخصية لإلي، ممكن في تمام. ناس توافقني بالرأي ممكن لا. سيلفانا، هل تعتبر هذه التصرفات برأيك عبارة عن مادة دسمة للسياسيين؟ أكيد بالنسبة للأحزاب اليمينية، يعني أنت بتعرف أحمد، الأحزاب اليمينية بأوروبا يعني تصاعدت شعبية الأحزاب اليمينية، فأي خبر بيتعلق باللاجئين وبالأجانب هن بياخدوها كورقة رابحة بالنسبة لإلهم، وبخطاباتهم الشعبوية دائما نحن بنشوف خطاباتهم دائما فيها تأجيج لمشاعر الكراهية ضد اللاجئين والأجانب، فأكيد ورقة رابحة يعني بيد السياسيين اليمينيين تحديدا. حسن، هناك شاب علق اليوم على الصفحة وعلى هذا الموضوع بالتحديد، وقد كتب: رجل بعمر 35 يفعل هذا الفعل الطفولي، أكيد مختل عقليا. لا هو أكيد ما مانو مختل عقليا، لا هو أكيد مانو مختل عقليا، ولكن أنا ذكرت يعني برأيي الشخصي ممكن هو يعاني من مشاكل معينة. الفراغ بيعمل كتير شغلات يعني يا أحمد، خاصة ممكن هو يكون لاجئ جديد كمان، يعني لسه مانو حاسس بالانتماء للمجتمع الجديد اللي إجى عليه. ونحن كتير شفنا يعني هذا الوضع من اللاجئين، لما كنا بالكامبات الناس مصابة بإحباط، الناس بتبكي، ممكن الناس نعم، حاولت تنتحر حتى، يعني فقط لأنه الشعور بالغربة
ما هنن حاسين حالهم انه هنن ينتمون لهذا المجتمع، فهو لا ما هو خلل عقلي ولكن مشكلة نفسية ولازم يتم معالجتها، ممكن بتأمين عمل لهذا الشخص، يعني أي عمل يعبي فيه وقت الفراغ، ممكن دورات تدريبية، ولكن فبينصلح حالهم. هل هذه التصرفات تعمم على الجميع أم أنها حالات فردية وتنسب للشخص فقط؟ لا أكيد تنسب للشخص، لأنه أكيد مو كل الناس هيك، دائما هي حالات يعني ما أنا شائعة بشكل كبير، حالات فردية. لما شخص بيقوم بعمل مسيء بالمقابل، عم نشوف كتير أشخاص عم يشتغلوا وعم يقدموا إنجازات عظيمة ونفتخر فيهم، فأكيد يعني عمل فردي يمثل هو الشخص نفسه نعم. ولا يمثل أي يعني جنسية معينة. ما نقول يعني إنه هذا سوري فكل السوريين سيئين أو شكرا شو ما لك، كانت جنسيته. شكرا لك سيلفانا، كنت معنا من يا هلا فيينا، شكرا. يا هلا، في أمان.